تحية طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أجرت فصائل كردية وعربية تدعمها واشنطن عمليات تمشيط بحثا عن إرهابيين متبقين في مدينة الطبقة شمال سوريا، كما تعمل أيضا على إزالة ألغام خلفها أفراد داعش في المدينة وسد المحاذي لها. وتأتي السيطرة على مدينة الطبقة في إطار عملية غضب الفرات التي بدأتها قوات سوريا الديمقراطية بدعم من قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن في شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي لطرد الإرهابيين من مدينة الرقة. أفاد مصدر محلي في العراق بوصول دفعات من مقاتلين أجانب تابعين لداعش من الأراضي السورية إلى العراقية منذ الساعات القليلة الماضية. وأوضح المصدر أن انتقال أفراد داعش ومن بينهم قادة تم من مدينة البوكمال التابعة لمحافظة دير الزور شرقي سوريا مع قضاء القائم غربي محافظة الأنبار غربي العراق. قال المتحدث باسم حاكم نانغرهار إن قائد تنظيم داعش انضم إلى عملية السلام في مقاطعة نانغرهار الشرقية. وقالت حكومة المقاطعة في بيان لها إن زعيم داعش المعروف باسم وفدار كان مسؤولا عن مجموعة تضم 15 مسلحا على الأقل. وأضاف البيان أن زعيم التنظيم انضم إلى عملية السلام إثر إدراكه الوضع والحقائق على الأرض بعد جهود أفراد الاستخبارات الأفغانية. أعلن النائب الأول لرئيس الجمهورية السودانية بكري حسن صالح تشكيل حكومة وفاق وطني. وقال بكري إن الحكومة الجديدة هي حكومة كفاءات ستتولى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، مضيفا أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم تنازل عن 6 وزارات أساسية، وتنازل الحزب الاتحادي الأصل عن وزير دولة. وقعت الحكومة الصومالية وداعموها اتفاقية أمنية لتدعيم القوات المسلحة في البلاد. وفي مؤتمر في لندن بشأن الصومال وصف مساندو الصومال الاتفاقية بأنها خارطة طريق نحو بناء جيش وطني ومترابط لديه القدرة على الاضطلاع بالمعركة ضد جماعة الشباب المتطرفة. وتناول المؤتمر قضايا عدة بدءا من طلبات الصومال لتخفيف أعباء ديونه إلى دعوات لتسهيل وصوله إلى النظام المصرفي الدولي. يتجول الرجل الهندي شكيل أحمد في أسواق دلهي القديمة لعرض خدمة الماء على المارة العطشة أو لمن يريد الاغتسال سعيا للحفاظ على هذا الموروث الشعبي. وانتشرت خدمة السقي قرونا عدة في الهند وبدأت بالاندثار مع التطور التكنولوجي. ويحفظ الماء الذي مصدره الآبار في كيس مصنوع من جلد الماعز. نهاية الموجز، في أمان الله.